ولكن الظروف خدمت المدربة، فالفريق مقبل في أيام معدودات على استحقاقين مهمين، مباراة في دوري الأبطال وبعده مباشرة الكلاسيكو، إلى جانب تمسك اللاعبين به. من الجنون إقالته الآن، ولا بد من تركه يعمل، فهو هنا منذ شهرين فقط، وإذا أقيل المدرب فلا بد من إقالة الجميع. الأنظار كلها توجهت صوب فالديبيباس، مشاهدة لوبيتيغي يشرف على حصة تدريبية أخرى، لكن أهم من ذلك كله كيف هو في ظل العاصفة التي يواجهها. أنا أواجه الأمور يوميا بشكل طبيعي كالعادة، وأنا على علم أنه الأمر الوحيد الذي أتحكم فيه. أما إذا كنت تبحث عن مدرب محبط فلا تبحث عنه هنا. وجود لوبيتيغي اليوم في التدريب يعني وجوده على مقاعد الاحتياط لقيادة الفريق في مواجهة فيكتوريا بليتزن في دوري الأبطال، لكن التساؤلات لم تنتهي بعد حول مصيره، فهل سيكون الأحد المقبل على مقاعد احتياط الكامب نو؟ لا يمكنني أن أؤكد لك أكثر من ذلك، وبما أنني هنا فسأكون المدرب أمام بيلزيم بدون شك. أما إن سألتني عن الشهر المقبل أو العام المقبل فليس لدي إجابة، نركز حاليا على الحاضر فقط. نتائج المدريد السيئة ليست جديدة في السنوات الأخيرة، حتى بقيادة زيدان عندما فاز الفريق بثمانية ألقاب فقد مر بفترات فراغ، ولكن ربما الفريق يحتاج هذه المرة ثورة أكثر مما يحتاج إلى انتفاضة. ليس من السهل تبرير النتائج السلبية الأخيرة، لكن أنا هنا منذ ستة مواسم عشت خلالها أوقات عصيبة أيضا، وفي كل مرة عرفنا كيف ننتفض.